طبعا الاهلي فوق الجميع وده سر الفانيلا الحمراء. احكي لنا بقى اكتر على القضيه ممكن. القضيه ممكن طبعا هي بطوله تاسعه للنادي الاهلي من 10 بطولات، من اصل 10 بطولات، لكن مفيش بطوله في بطولات النادي الاهلي الكبيره ديت هتوازي او تساوي فرحه البطوله دي. اولا انها جايه بعد حوالي 7 سنين، 2 نهائي 2017 و18 قدام الوداد وقدام الترجي ما خدناهمش، ودي كانت في 2020 قدام نادي الزمالك طبعا بحكم المنافسه اللي ما بينهم. على المستوى الشخصي يعني يمكن انا جبت جول في الترجي ممكن اكون عايش بيه لحد دلوقتي في 2011 في 2001 اسف، لكن فرحتي بالجون ده بقول القفشه وفرحتي بعد نهايه البطوله من احلى لحظات حياتي او اسعد لحظات حياتي. والحمد لله رب العالمين، يعني كانت بدايه خير للبطوله العشره. لكن هي يعني اي حد هيقول لك اي حاجه تانية او اي كلام تاني اعتقد انه هيبقى بيجمل يعني. لكن البطوله دي هي اسعد بطوله ليا، اسعد بطوله لجماهير النادي الاهلي، لان هي كانت منتظره، كان فيها شغف كبير جدا جدا وانتصار شديد جدا، مش في مصر بس، في الوطن العربي والافريقي كله. اول نهائي ما بين فرقتين من نفس البلد، كان اللقاء التاسع بالنسبه لنا الاهلي، برضو صدف غريبه شويه مع الزمالك يعني على مستوى افريقيا. نهائي القرن زي ما بيقولوا عليه، كان نهائي القرن. وبعدين الحمد لله، خلي بالك بس هي حقيقه، الناس ممكن تاخدها كوميديا بس والله حقيقه. انت عارفه لو الاهلي كان خسر البطوله دي كنا قعدنا 50 سنه 50 سنه جايين نحاول نعدل في المسار الفكري والكلام اللي ممكن تستعمليه لمده 50 سنه. ياه. والله. وحياه ربنا. لا ده كويس ان احنا كسبنا. احنا 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 عندنا عيب خطير جدا. ايه؟ احنا كنادي اهلي والله احنا ما بنعرفش نفرح، يعني ما بتاخدش وقت في الفرحه. يمكن عشان بنفكر دايما ان احنا نكون من احسن لاحسن. حاجه ايجابيه كويس، انت بتقولي حاجه ايجابيه، بس في الواقع اللي انت فيه ده بقت حاجه شايف انها فيها اعاده نظر. لان الناس يعني الناس في ثقافه الجماهير والجماهير الاهلي وقيادته وجهازته ولاعيبته فكر واحد تقريبا يعني. هو خلصت المباراه النهارده بكره. يمكن عشان النادي الاهلي معروف بان هو بياخد بطولات كتير جدا، في ناس بتاخد بطوله او اتنين وتقول كده تمام. حلو، احنا حلو، واخدين متعودين على ده. انت في العصر ده محتاج تبروز انتصاراتك ونجاحاتك. لان مع التشويش الاعلامي اللي موجود دلوقتي مفيش حد اهلاوي يا نورين، مفيش حد اهلاوي يعني، محدش اهلاوي بميه الاهلي وروح الاهلي موجود في الحته الاعلاميه، مفيش واحد. ربنا ده انت لا انا اقصد يعني بالكميه يعني. انت هتلاقي يعني 70 80 واحد موجودين على استحياء كده يا ابني. انت على استحياء. انا اهلاويه جدا واعترف قدام الكاميرا. انت مكسوف يا حبيبي، انت مكسوف يا بابا، مكسوف من ايه؟ فانت لو خسرت البطوله ديت كنت قعدت 50 60 سنه قدام مثلا عشان تعدل الفكره. يا جماعه لا، ده احنا واخدين 8 ولا واخدين 9، ده احنا ابطال القرن، ده احنا ثالث عالم، ده احنا ولا الهوى، لا حياه لما انتوا نادي. هتبص تلاقي داخل في قصص ثانيه. ده ناس عملت تقويم ميلاد يا شيخ، تقويم ميلادي يعني تقويم كروي ولا ايه؟ قال لك من 2020 دي كانت بدايه ان الاهلي ما ياخدش الدوري. طب حضرتك قلت من شويه كده جمله، احنا ان احنا بناخد بطولات بس عايزه تتبروز. طبعا. شايف تتبروز ازاي؟ انا اقصد تربوز ان انت تبروزها فرحه. ازاي يعني؟ ايه اللي ناقصنا؟ ليه مش بنبروزها فرحه؟ جماهير الاهلي وادارته واجهزته ولاعيبته هتلاقيهم ميه واحده. خلصت المباراه النهارده او البطوله، عايزين نركز في اللي بعدها، وعايزين نركز في اللي بعدها. ده على نطاق الشغل حلو جدا، وعلى نطاق الفكر الاداري ممتاز، وعلى نطاق الاهداف اللي ممكن تتحقق مستقبلي في المستقبل هايل جدا. لكن على نطاق الانتشار، انتشار لا، محتاج ان انت يبقى فيها فعاليه اكتر من كده. لان انت مثلا تيجي تقول انت خدت بطوله افريقيا سنتين ورا بعض، هي اقوى بطوله، بس تيجي تخسر سوبر مثلا اكنك ما عملتش حاجه خالص، ما عملتش حاجه خالص. ففي حين
انا مش عايز بس عشان مثلا يعني الناس بتاخدها في حته تانية ان انت بتتكلم على انديه تانية ولا حاجه، لكن انت مش عايش لوحدك يعني، ما انت عايش مع الناس. طبيعي نادي بيلعب اكيد بيلعب قدام انديه تانية. لما حد بياخد بطوله بقى يعني انت بتلاقي اتوبيسات مكشوفه وتلاقي ناس طالعه من غير هدوم وناس بتنط في البسين وناس على سوبر مثلا على سوبر يعني ممكن فرحتك في لحظتها وفي ليلتها، لكن بعد كده خلاص بقى عادي. معلش يا كابتن، برضو الفرحة لما بتيجي بعد شقة بتبقى مختلفة شوية. مختلفة شوية يعني، بتبقى بعد فترة طويلة. نروح بقى لبطولة السوبر المصري. طبعا كانت قدام المنافس التقليدي النادي الزمالك. شايفه ازاي؟ دي كانت واحدة من البطولات برضو المهمة. بصي، احنا في اخر 4 سنين كان عندنا شوية محطات، سواء كانت مباريات فردية أو بطولات، كانت مش عايز أقول مفترق طرق، لكن كانت لحظات منتظرة جدا عند الجماهير وعند المسؤولين كمان، مسؤولين سواء كان في الأهلي أو في الأندية الأخرى يعني. أشوف إن دوري 2019 كان واحد من البطولات اللي هي منتظرة جدا جدا. الأهلي كان خد بطولات كتيرة جدا ساعتها، 40 دوري قبلها، لكن البطولة دي تحديدا كان فيها اهتمام رهيب جدا، فربنا بينصرك فيهم. القضية ممكن اللي انت لسه قايلها كانت واحدة من المحطات والبطولات والمباريات اللي تأثيرها هيقعد فترات طويلة جدا وأزمنة بعيدة، أزمنة بعيدة. أشوف إن مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية واحدة من المباريات والمؤثرة جدا والمهمة جدا. أشوف إن بطولة السوبر اللي فات ده في الامارات واحده من المباريات المؤثره جدا والمهمه جدا. ففي مباريات وبطولات بتبقى منتظره، دي واحده من واحده منهم يعني، بتبقى انت مستشعرها وحاسسها من قبل البطوله مثلا ب 40 50 يوم، من قبل المباراه او الحدث ب 40 50 يوم. تمشي في الشارع وانت بتحط بنزين وانت ماشي بتوصل حد، بتتغدى مع حد في المطاعم، في النادي، في الشارع، في بيتك، كل الناس كانت ما بتسالكش غير حاجه واحده بس، هي مباراه السوبر. فالسوبر نفسه في حد ذاته كبطوله، لكن هو مش دوري، مش كاس، مش افريقيا، تمام. لكن لما بيبقى مرتبط المباراه ديت بحدث او مع خصم او الناس واخداها بشكل تنافسي شديد جدا، انت ما بتبصش لنا لاهميه الحدث. اهميه الحدث ده بيكبر منه، لكن انت بتبص للحظه دي. اللحظه دي انا عايز اكسبك، انا عايز اكسبك بغض النظر بقى هاخد مكافاه مش هاخد مكافاه، هاخد حاجه مش هاخد حاجة، مش مهم. المهم انا عايز اكسب المباراه دي.